أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي مجموعة من القرارات لرفع الأعباء المعيشية عن المواطنين، جاء ذلك خلال اجتماع عقده مع رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي ووزير المالية دكتور محمد معيط، حيث وجه الرئيس السيسي بتنفيذ أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية بقيمة 180 مليار جنيه، وذلك اعتبارا من الأول من الشهر المقبل، بحيث تتم زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح بين 1000 و1200 جنيه شهريا بحسب الدرجة الوظيفية، و1000 جنيه للدرجات من السادسة إلى الرابعة، و1100 جنيه للدرجات من الثالثة إلى الأولى، و1200 للدرجات من مدير عام إلى وكيل أول وزارة، وذلك من خلال تبكير صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين. وتتضمن الحزمة الاجتماعية رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6000 جنيه شهرية. وخلال الاجتماع اطلع الرئيس على تطورات الوضع الاقتصادي العام وإجراءات الحكومة لضبط أسعار السلع والخدمات بالأسواق والحد من التضخم وتحقيق الاستقرار على مستوى الاقتصاد الكلي. ووجه الرئيس السيسي ببذل أقصى الجهد لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين بشكل عاجل واحتواء أكبر قدر من تداعيات الأزمات والاضطرابات الاقتصادية الخارجية والداخلية، مؤكدا متابعته المستمرة والدقيقة لأحوال المواطنين وحرص الدولة على تكثيف الجهود في هذا الاتجاه. أيها السادة، وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا هاتفيا الأستاذ أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة اليوم السابع. أستاذ أكرم، بعد التحية، كيف قرأت قرارات الرئيس السيسي التي تهدف بالأساس للتخفيف عن المواطنين؟ هي طبعا القرارات دي صحيح هي مش أول مرة، دي تقريبا رابع مرة منذ كورونا، لكن الحقيقة جاية في وقت مهم جدا، ودائما الحقيقة كاشفة لترمومتر الدولة وترمومتر الرئيس وشعوره بالأزمة الاقتصادية أو معاناة بعض الفئات محدودة الدخل بالذات الموظفين وذوي الدخل المحدود. فرفع الأجور بنسبة 50% من يكون الحد الأدنى 6000 ده تقريبا الرفع الرابع أو الخامس، يعني احنا فاكرين إنه الرئيس تولى الحد الأدنى للأجور تقريبا الحد الأقصى للأجور أو الأدنى كان وقتها 700 جنيه أو 1000 جنيه، النهارده بنتكلم فيه 6000 جنيه كان آخر حاجة 3.5. طبعا دي خطوه مهمه، نفس الامر زياده الدور العمودي في الدوله والهيئات الاقتصاديه لحد ادنى 1000 ل 1200 جنيه حسب الدرجه. دي اجراءات مهمه جدا، واحنا يعني يمكن الرئيس كان اتكلم في ثلاثه عند الشرطه واكد ده واكد اهميه انه يبقى في رقابه في الاسواق، وشايفين الحقيقه جهد مهم قوي لاجهزه الدوله، لكن كمان الحقيقه فكره رفع الحد الادنى للاجور عدد كبير جدا من الاسر الحقيقه، يعني بتتكلم تقريبا في ما يقرب من نص المصريين تقريبا هيستفيدوا من هذا الامر او اكثر، وهم الفئات المحدوده في الدخل والموظفين وغيره. نعم. فاسر كثيره جدا هتستفيد وافراد كثيره هتستفيد، وده طبعا تخفيف مع دخله رمضان مع التحركات في الاسعار، وفي نفس الوقت فرض الرقابه مع فرض انخفاض الدولار والحاجات اللي حصلت هتأثر كمان هتثبت الأسعار لدرجة كبيرة، وده مطالب من الناس في استجابت ليها الدولة بشكل عام. تمام. أستاذ أكرم، يعني دائما زيادة الأجور يتبعها عدم انضباط في الأسواق، ففيما يتعلق بهذا الأمر ما الذي يتوجب فعله كي تؤتي تلك القرارات ثمارها في رفع العبء عن كاهل المواطنين؟ الحقيقة هو المرة دي القرارات جت في وقت مهم قوي، احنا عارفين إنه داخلية، تموين، نسبة الرقابة، حماية المستهلك عاملة حملات ضخمة، وشفنا حجم اللي اتضبط الحقيقة
ده النفوس الضعيفه، عدد كبير جدا من ذوي النفوس الضعيفه اللي بيحتكروا سلع او بيخزنوها كميات ضخمه الحقيقه. وبعدين تحديد 7 سلع، واظن انه الحكومه هتطبق الامر المستبق، السلع الرئيسيه هيكون لها اسعار حد ادنى وحد اقصى مش هتتخطاها، فده خطوه مهمه جدا نامل انه الحكومه تطبقها بتحسن. ده هيكون مهم قوي ضبط الاسواق، لكن المره دي جايه في وسط حملات، واظن انه تشديد العقوبات هيبقى مهم، الحسم هيبقى مهم في مواجهه ارتفاع الاسعار او الاحتكارات او التخزين او منع السلع. في اجراءات مهمه دلوقتي. نعم. احنا بنطالب الحكومه، طالب الداخليه انها تستمر بضبط الاسواق، ودي توجيهات الرئيس الحقيقه بجانب الحزمه الاجتماعيه زي ما انت بتقول كمان عشان الناس تحس بقيمه هذه الزياده. شكرا جزيلا أستاذ أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة اليوم السابع. وللمزيد من المتابعة أيضا ينضم إلينا هاتفين الأستاذ جمال رائف نائب مدير تحرير مجلة أكتوبر. أستاذ جمال بعد التحية، كيف ترى قرارات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي تهدف بالأساس للتخفيف عن أعباء المواطنين؟ تحياتي لحضرتك وتحياتي للساده المشاهدين. اعتقد ان هذه الزياده وهذه الحزمه الاقتصاديه المهمه للغايه بتؤكد ان القياده السياسيه المصريه تستشعر اوجاع المصريين وتستشعر مبدا الشارع المصري، وفي الحقيقه هذا يعني غير مستغرب عن قرارات القياده السياسيه المصريه. نحن نتحدث عن يعني زيادات ايضا وحزم اقتصاديه من قبل اوجه بها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترات الماضيه منذ ان ظهرت الازمات الاقتصاديه العالميه، وهناك حرص من القياده السياسيه المصريه لايجاد حزم اقتصاديه تساعد وتساند المواطن المصري لتجاوز هذه الازمات. ايضا هذه الحزمه في الحقيقه اعتقد ان هي حزمه يعني من الممكن ان نصفها بانها يعني تاريخيه، لانها الاكبر من حيث الزياده. نحن نتحدث عن 6000 كحد ادنى للمرتبات، وهذا رقم في الحقيقه غير مسبوق، ويؤكد ان هناك اراده سياسيه للتخفيف على المواطن المصري. ايضا توقيت هذه الحزمه اعتقد ان هو في غايه الاهميه، خاصه ونحن مقبلون على يعني شهر رمضان الكريم ومواسم دي الاعياد، وبالتالي ايضا بتاتي في توقيت بالغ الاهميه. وايضا هذه الحزمه في الحقيقه تتناسب والظروف الاقتصاديه العالميه الراهنه وتاثيراتها على الاقتصاد المحلي وما احدثته من ارتفاع في اسعار السلع، وبالتالي هنا في الحقيقه يعني حزمه بتخفف من تبعات هذه الازمات الاقتصاديه واستشعار من القياده السياسيه المصريه بما يحس به المواطن المصري في الشارع. بالفعل استاذ رائف، يعني تخفيف العبء على المواطن وقرارات السيد الرئيس المهمه في هذا الصدد، كيف ايضا يعني تراها انها مواكبه لما او التغيرات بالفعل بالنسبه لسعر الصرف وانخفاض سعر الصرف مقابل الجنيه في الفتره الحاليه؟ بالتاكيد يمكن اذا نظرنا الى تاريخ اصدار الحزم الخاصه بالتخفيف على المواطن سوف نجد ان العام الماضي في الحقيقه شهد ايضا حزمتين مهمتين، سواء في شهر مارس وهنا بنتحدث عن ما يقرب من 150 مليار جنيه، وايضا في شهر سبتمبر الماضي ايضا يعني تجاوزت هذه الحزمه 560 مليار جنيه. اذا هناك طوال الوقت يعني مراعاة لأن تكون رواتب المواطنين ومعاشات المواطنين المصريين تتناسب مع الأسعار في السوق وحجم التضخم الحادث في أسعار السلع، وبالتالي هناك توجيهات من القيادة السياسية المصرية بأن تكون مرتبات المواطنين ومعاشاتهم ملائمة وأسعار السلع في الأسواق. وبالتالي أنا أعتقد أن هذه الخطوة هي خطوة بتأتي في إطار الحرص الدائم من القيادة السياسية المصرية على أن يكون المواطن المصري قادر على شراء احتياجاته وتلبية احتياجاته، ولكن أيضا على التجار على القائمين على الأسواق أن لا يستغلوا هذه الحزمة ويقوموا برفع الأسعار، بل أن يكونوا أيضا لديهم هذا الحافز الوطني وهذا الحرص على أن يكون هناك التزام في الأسعار. نعم نحن نتحدث عن حزمة اقتصادية الآن يعني في جيوب المصريين تساعدهم على تجاوز ارتفاع الاسعار، ولكن ايضا يجب ان يكون هناك في يعني او لدى التجار ايضا يعني حرص ان لا يكون هناك ارتفاع في الاسعار مبالغ فيه خلال الفتره القادمه، حتى يكون ايضا هناك يعني فائده واستشعار جيد من هذه الحزم التي توجه بها القياده السياسيه المصريه طوال الوقت. وبالتالي انا اعتقد ان يعني المواطن المصري الان وهو يدخل على مواسم الاعياد وموسم رمضان يعني هذه الحزمه قد اسعدته وفرجت عنه ويعني جعلت الامور احسن حالا في هذا التوقيت. استاذ جمال رائف نائب مدير تحرير مجله اكتوبر، شكرا جزيلا لك على هذه الايضاحات.
كما ينضم إلينا أيضا عبر الهاتف الأستاذ محمد حمادة نائب رئيس تحرير الأهرام. بعد التحية أستاذ محمد، يعني كيف قرأت قرارات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم للتخفيف عن كاهل المواطنين واستشعارا لنبض الشارع المصري؟ يعني مما لا شك فيه أن القرارات قرارات هامة، قرارات تمس الرأي العام المصري وكل المواطنين المصريين، وكان هناك وكأن الرئيس عبد الفتاح السيسي يشعر بمدى المعاناة ووضع الاقتصاد داخل مصر، وبالتالي هي قرارات هامة ينتظرها جميع المواطنين، انطلاقا من واجب دعم المواطن في ظل الظروف الراهنة. وبالتالي يعني من أهم القرارات رفع الحد الأدنى للأجور إلى 6000 جنيه شهريا، كما وجهت الحكومة أيضا بزيادة أجور العاملين في الدولة والهيئات الاقتصادية. ده شيء مهم جدا في مواجهة ارتفاع الأسعار في السوق المصري. هل يمكن أن يتبع هذه القرارات قرارات اقتصادية أخرى في الأيام القادمة؟ يعني أنا في تصوري أن الاهتمام بالشرائح الدنيا أو الشرائح الهشة بالنسبة للمواطنين وخاصة العاملين في الدولة، بالإضافة أيضا إلى يعني رفع نسب تكافل وكرامة والشعور بالأسر المهمشة، وهي أسر في أشد الحاجة خاصة مع وجود التزامات لدخول على شهر رمضان والأعياد وغير ذلك. في تصوري أن هذا سوف يعطي طمأنينة وتحقيق العدالة الاجتماعية بالنسبة للمواطن، وأيضا سوف يعطي مؤشرات في استقرار الوضع الاقتصادي داخل مصر، خاصة مع حزمة هذه القرارات التي تبعث على أن الوضع الاقتصادي سوف يسير إلى الأفضل، بالإضافة أيضا إلى حرص القيادة السياسية وشعورها بالمواطن المصري وتحقيق العدالة الاجتماعية. الجانب الآخر في هذا الأمر هو جانب موازي لزيادة الدخول والمرتبات، وهو ضبط الأسواق، وأعتقد أمر في غاية الأهمية. كيف تراه أستاذ محمد؟ يعني أنا في تصوري لابد من تفعيل الرقابة على الأسعار، لابد من ضرب يد من حديد على كل من تسول له نفسه بالإتجار ب يعني السلع الأساسية للمواطن المصري. وشفنا يعني جهاز حماية المستهلك، شفنا أيضا يعني، لكن أنا أأمل زيادة الضربات على التجار سواء كان بالسلع الأساسية سواء كان تجار العملة، لي يعني إرسال رسالة قوية بأن الدولة عافية قادرة على مواجهة من يتلاعب بالوضع الاقتصادي داخل مصر. في تصوري أيضا أن اهتمام الرئيس بالعديد من الفئات وخاصة فئات المعلمين، فئات التمريض، أيضا الاهتمام بتعيين شباب أكفاء خلال المرحلة المقبلة، يعطي رسالة بأن القيادة السياسية لديها رغبة حقيقية في استنادة هذه الطبقة وهي طبقة الشباب بإتاحة فرص عمل جديدة. نعم، كان هناك يعني فيما يخص أسعار أو سعر الصرف الدولار مقابل الجنيه المصري، الحقيقة كان هناك يعني نوع من السيطرة خلال الأيام القليلة الماضية، وانخفض بالفعل في السوق الموازي سعر الدولار مقابل الجنيه. هل ستسير الدولة والحكومة في هذا الأمر ومزيد من التخفيض، مما يجعل هناك يعني أريحية في التعامل الاقتصادي المصري في الشارع المصري؟ يعني الكل لمس الوضع الاقتصادي خاصة مع انهيار السوق الموازي أو السوق السوداء في أسعار الدولار. شفنا انهيار بحوالي 20 جنيه في الأسعار يعني المتفاوتة في السوق الموازي، وبالتالي الضربات الاستباقية من قبل رجال الشرطة، بالإضافة أيضا إلى يقظة الدولة والجهاز المصرفي وقوته. في تصوري أن الدولار خلال المرحلة المقبلة سوف يشهد مزيد من الاستقرار والالتزام بسعر الصرف. أستاذ محمد، هل ترى أن المواطن المصري في حاجة أخرى إلى مزيد من القرارات الاقتصادية التي تدعمه اقتصاديا في هذه الظروف؟ يعني أنا في تصوري لابد أن يكون هناك قرارات مستمرة للشعور بدخل المواطن، وأن الوضع الاقتصادي وضع قوي، بالإضافة أيضا إلى ضرورة وجود تسهيلات سواء كانت تسهيلات ضريبية سواء إعفاءات جمركية، وبالتالي المواطن يعني مازال ينتظر المزيد من هذه القرارات، إلا أن حزمة القرارات التي تم إصدارها خلال الساعات الماضية تؤكد على أن القيادة السياسية تشعر بما يمر به الشارع المصري وما يحدث في الشارع المصري، وبالتالي هي تحاول تخفيف العبء عن كاهل كل المواطنين.
يعني نحن مقبلون الآن على شهر رمضان الكريم، يعني أقل أو حوالي شهر تقريبا سيحل علينا الشهر الكريم. كيف يمكن مواجهة يعني جشع التجار وارتفاع الأسعار واستغلالا لهذه الفترة من قبل بعض التجار؟ يعني أنا في تصوري أيضا أن المبادرات التي تقوم بها سواء كان الشرطة كلنا واحد، المبادرات الرئاسية لتخفيف العبء عن كاهل المواطن من خلال تخفيض الأسعار بنسب متفاوتة من 30 ل 40%، كل هذه المبادرات يعني تساهم في تخفيف من ارتفاع الأسعار وجشع التجار، وبالتالي هي تعطي رسالة بأن الدولة قادرة على ضبط السوق، وأيضا لابد من الاتساع في هذه المعارض بشكل دائم ليس فقط بشكل موسمي، وأن تشمل جميع المحافظات حتى يشعر المواطن في كل جزء في الدولة بأن الدولة تقوم بدورها. يعني هذا يعني كيف تراه مؤثرا على المواطن المصري هذه القرارات التي صدرت اليوم؟ يعني نقدر نقول انه هناك استبشار من قبل المواطنين استاذ محمد، يعني هذه القرارات هي كافيه بالفعل حتى هذه اللحظه؟ لا طبعا هي مش كافيه، يعني برضك عشان نبقى صادقين في الوضع، يعني انا يعني اتمنى ان يكون هناك مزيد من القرارات تقبلها المواطنين ببشرى أن الوضع الاقتصادي وضع قوي وأن الدولة تشعر بمعاناة المواطن، لكن لابد أيضا من ضبط الأسواق وضبط الأسعار. يعني ما يبقاش في حجم القرارات النهارده وبكره يبقى في ارتفاع للأسعار وكأننا لم يحدث شيء، وبالتالي لابد من تفعيل الرقابة على الأسواق، لابد أيضا من أن يكون هناك حملات ومداهمة مستمرة لكل من يخزن السلع الاستراتيجية. نعم، أشكر حضرتك شكرا جزيلا أستاذ محمد حمادة نائب رئيس تحرير الأهرام. ولمزيد من التفاصيل والمتابعة حوالين قرار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في رفع الحد الأدنى للأجور بحوالي 50% في هذه الفترة، نلتقي مع دكتور محمد الأمين رئيس تحرير مجلة أكتوبر على عبر الهاتف. دكتور، بعد التحية يعني تحياتي لحضرتك، ويعني يا ريت تلقي الضوء على دلالات هذا القرار، قرار رفع الحد الأدنى للأجور الذي أصدره سيادة الرئيس اليوم. خليني أقول لحضرتك إن حزمة القرارات مجتمعة النهاردة اللي أصدرها السيد الرئيس الخاصة بالحماية الاجتماعية أو الرعاية الاجتماعية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، يمكن تأثيرها بات إيجابي بشكل كبير جدا في مردود الشارع على هذه القرارات. رفع الحد الأدنى للأجور إلى 6000 جنيه في الوقت نفسه يعني العمل على تخفيض الضريبة على الدخل ده أيضا، ورفع النسبة الخاصة بالإعفاء الضريبي إلى 60,000 جنيه، الاثنين القرارين دول من القرارات المهمة والمؤثرة على المواطن لتخفيف العبء عليه، خصوصا إن احنا في الفترة الأخيرة كان في عبء كبير جدا نتيجة الظروف اللي كان الاقتصادية اللي سواء كانت تمر بها الدولة المصرية أو المنطقة بشكل كامل. فأعتقد إنه هذا القرار جاء في توقيت مهم، ويمكن الرسالة اللي وجهها السيد الرئيس على صفحته الشخصية واللي أكد فيها حرصه التام على تخفيف العبء عن الكاهل المواطنين كانت رسالة مهمة في هذا التوقيت. دكتور محمد، يعني بالفعل في ظل الأزمات الاقتصادية اللي بيعاني منها العالم وأيضا منهم مصر، هناك ارتفاع أسعار في المواد أو السلع الاستراتيجية تحديدا، هل ترى أن لابد من وضع سعر محدد وهامش ربح محدد في هذه الفترة، نظرا لأن بالفعل هناك بعض التجار بتعمل عملية يعني رفع أسعار بدون أي رقابة من خلال الأجهزة الموجودة؟ يعني خلينا أقول لحضرتك، خلينا نتفق على نقطة مهمة جدا، إنه في مبالغة شديدة جدا في الأسعار، في تجار بيستغلوا الأزمة وتربحوا بشكل كبير جدا، ولابد إنه الحكومة تضرب على أيديهم بيد من حديد
لتغل ايديهم عن السوق وتوقف هذا النزيف اللي بيتحمله المواطن في الفتره الحاليه. وده اجراءات انا اعتقد انه حزمه الاجراءات اللي وجه بيها السيد الرئيس واللي اتخذ بيها اجراءات النهارده الاجراءات الاجتماعيه العاجله دي بيستوجب بالتوافق معها او بالتزامن معها في نفس التوقيت انه يكون في ضبط قوي للاسواق حتى لا يتم التهام هذه الاصلاحات اللي حاصله بالنسبه للاجور بالنسبه للمواطنين. ولكن خليني اقول لك انه النهارده حسب الاجراءات القانونيه والسوق المفتوحه اللي موجوده حاليا اللي بتمنح حريه العرض والطلب، في اجراءات اخرى ايضا كان من المفترض ان الحكومه تتحرك باتجاهها، وهي اجراءات مواجهه عمليات تعطيش السوق، الاحتكار للسلع، في عمليات مواجهه التخزين لمزيد من الضغط على الاسواق لدى بعض التجار والمحتكرين. اعتقد انه بالتحرك في اتجاه هؤلاء وضبط هؤلاء التجار من يعني المستفيدين من الازمه هيكون التأثير إيجابي بشكل كبير جدا على الشارع، هيكون المردود أكثر إيجابية على المواطن المصري، خصوصا إن احنا كمان مقبلين على مرحلة على فترة مهمة جدا يمكن بيحصل فيها زيادة في الاستهلاك، وهي قدوم شهر رمضان. احنا يعني خلاص أيام وهنستقبل شهر رمضان، وده برضو جزء مهم جدا بيخلينا نضع نقطة أو توضيح مهم إن سياستنا كمان الاستهلاكية كمان يحصل فيها تعديل في العملية الاستهلاكية بالنسبة للمواطن. يعني المواطن عليه دور والحكومة عليها دور علشان هذه الحزمة من الإجراءات يكون تأثيرها إيجابي بشكل كبير جدا على المواطن خلال الفترة المقبلة. دكتور محمد، محافظ البنك المركزي أو اللجنة التنسيقية الأسبوع الماضي بالفعل رفعت الفايدة حوالي 2% للإيداع والاقتراض نظرا لمواجهة التضخم في الفترة الحالية اللي مش بس بتعاني منه مصر ولكن كل دول العالم كلها تعاني من مشكلة التضخم. كيف ترى أيضا انعكاس ذلك على المواطن في ظل شهادات تم طرحها قبل هذا القرار بنسب فايدة يمكن مرتفعة ممكن تفيد المواطن في مواجهة التضخم في الفترة الحالية؟ خليني أقول لحضرتك أنه القرار اللي اتخذه البنك المركزي كان قرار مهم في التوقيت، لأنه كان في مراهنات كبيرة جدا من تجار الأزمة على تحرك للدولة المصرية باتجاه مختلف تماما عن هذا الأمر لجني مزيد من المكتسبات. ولكن القرار كان واضح جدا الهدف الأساسي منه وهو خفض حجم التضخم والسيطرة على التضخم بشكل كبير جدا، وده يمكن تأثيره في خلال الفترة اللي جاية هيبقى تأثيره واضح على السوق. في الوقت نفسه كان في تحركات من أجهزة الدولة المختلفة لأيضا مواجهة التجار سواء كان تجار السوق الموازية للعملة أو محاولات استنزاف السوق ومزيد والدفع بمزيد من التضخم فيه برفع الأسعار. كانت التحركات أيضا من سواء كان وزارة الداخلية أو الأجهزة الرقابية في هذا الاتجاه هيكون ليه تأثير خلال الفترة اللي جاية، لأنه دايما القرارات مش بيبقى تأثيرها لحظي إنما بيبقى تأثيرها على مدى في المدى القريب بيبقى أكثر إيجابية. دكتور محمد، في الحقيقة يمكن لو كان الدور الرقابي بالنسبة للأجهزة يمكن الدولة ممكن تفعله في الفترة القادمة للرقابة على عملية الأسعار وتفاوت الأسعار بالنسبة للتجار، لكن بالنسبة للمواطن كيف ترى وضع المواطن الآن في ظل هذه الأزمة؟ إلى أي مدى لابد أن يكون هناك وعي المواطن ممكن يشارك فيه أيضا وعي إعلامي يفتح للمواطن أفاق في عملية الاختيار وعملية عدم التخزين البضائع بشكل مستمر، وده بشكل أو بآخر بيشارك في أزمة بالنسبة للسوق المصري؟ خليني اقول لحضرتك يمكن الجزئيه دي تحديدا الاعلام ليه دور كبير جدا فيها، ويمكن احنا مهم جدا دورنا ان احنا نوعي المواطن ويبقى عنده ثقه قويه في ان الدوله قادره على مواجهه الازمات. يمكن ثقافه التخزين للسلع دي بتاتي نتيجه انه بيبقى المواطن ما عندوش ثقة في انه الازمة ممكن تتحل في اقرب وقت، ممكن الازمة تتمدد بعد كده، فبيحصل على مزيد من المنتجات وبيخزنها في البيت. الاتجاه ده اتجاه في منتهى الخطورة، المواطن لازم يبقى اكثر وعي في هذا بهذا الامر، لانه حجم الضغط بيخلق مزيد من محاولات كسب اكثر من التجار من هذه الازمة. شفنا ده بتحرك الدولة اتجاه أزمة زي أزمة السكر في الفترة الأخيرة وتوفير عدد من المنافذ
لبيع السكر بالسعر اللي حددته الدولة 27 جنيه. شفنا على الجانب الآخر في بعض التجار ما زالوا بيواصلوا استغلال هذه الأزمة نتيجة الطلب المتزايد من المواطنين على السلع، خصوصا زي السكر والزيت وغيرها من السلع الاستراتيجية اللي بعض المواطنين بيحرص على تخزينها في خلال نظرا لقدوم شهر رمضان. أعتقد أنه تغيير هذه الثقافة هيبقى ضربة قوية أيضا مساندة لتحرك الدولة باتجاه ضبط الأسواق. يعني المواطن ليه دور في ضبط السوق بأنه هو يحصل على السلع اللي تكفي احتياجاته، والدولة قادرة على توفير هذه الاحتياجات في أي فترة وفي أي وقت. ويمكن ده واضح من حجم المخزون الاستراتيجي اللي موجود لدى الدولة المصرية من السلع المختلفة، سواء كانت سلع استراتيجية أو سلع غذائية، وده بيمنح طمأنينة أكثر بالنسبة للمواطن. محتاجين ان احنا نكون اكثر ايجابيه في خلال الفتره اللي جايه، ومع هذه الحزمه من الاجراءات مع الضبط للاسواق من جانب الحكومه ان شاء الله باذن الله نعبر هذه المرحله بشكل اكثر يعني تعافي واكثر قوه. دكتور محمد الامين رئيس تحرير مجله اكتوبر، شكرا جزيلا على هذا التعليق. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه انطلاقا من واجب الدولة لدعم المواطن في ظل الظروف الراهنة، فقد وجه الحكومة باتخاذ حزمة من الإجراءات الاجتماعية التي تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6000 جنيه شهرية. كما أكد الرئيس أنه وجه الحكومة بزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح بين 1000 و1200 جنيه بحسب الدرجة الوظيفية، وذلك اعتبارا من الشهر المقبل. وجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذ أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية بقيمة 180 مليار جنيه، وذلك اعتبارا من الأول من الشهر المقبل مارس لعام 2024، بحيث تتم زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه بحسب الدرجة الوظيفية، 1000 جنيه للدرجات من السادسة إلى الرابعة، 1100 جنيه للدرجات من الثالثة للأولى، 1200 جنيه للدرجات من مدير عام إلى وكيل أول وزارة، وذلك من خلال تبكير صرف العلاوة الدورية لمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 20%. 10% من الأجر الوظيفي، 15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيه وتكلفة إجمالية بحوالي 11 مليار جنيه، وصرف حافز إضافي يبدأ من 500 جنيه للدرجة السادسة يزيد بقيمة 50 جنيه لكل درجة يصل إلى 900 جنيه للدرجة الممتازة وبتكلفة حوالي 37.5 مليار جنيه، وذلك بتكلفة إجمالية نحو 65 مليار جنيه، بما يعكس في رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6000 جنيه. كما تتضمن الحزمة الاجتماعية تخصيص 15 مليار جنيه وزيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، منها 8.1 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية في أجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي تتراوح بين 325 جنيه إلى 475 جنيه، و1.6 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، و4.5 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض تتراوح من 250 إلى 300 جنيه بدل المخاطر للمهن الطبية، وزيادة تصل إلى 100% في بدل السهر والمبيت. كما وجه السيد الرئيس بتخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفا من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى. شملت الحزمة الاجتماعية التي وجهها السيد الرئيس 15% زيادة في المعاشات إلى 13 مليون مواطن، وبتكلفة إجمالية حوالي 74 مليار جنيه، و15% زيادة في معاشات تكافل وكرامة بتكلفة إجمالية حوالي 5.5 مليار جنيه، لتصبح زيادة خلال عام
55% من قيمة المعاش على أن يتم تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات تكافل وكرامة في العام المالي 2024-2025. تتضمن الحزمة الاجتماعية كذلك رفع حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص وبنسبة 33% من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه وبتكلفة إجمالية سنوية 5 مليارات جنيه. أيها السادة، ولمتابعة هذه القرارات المهمة ينضم إلينا دكتور مختار غباشي نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية. دكتور مختار، بعد التحية، نستطيع القول أن الدولة والقيادة السياسية استشعرت نبض الشارع المصري في توقيت مناسب؟ من الممكن أن نتحدث أن الإرادة السياسية استشعرت نبض الشارع في ظل ظروف استثنائية بتعيشها الدولة، وفي ظل ظروف استثنائية لواقع اقتصادي معين فيه شكل من أشكال ارتفاع الأسعار، قدرة الناس في التعاطي مع ارتفاع الأسعار أصبح بشكل أو بآخر محل شكوى. من هنا الإرادة السياسية بدأت تتعاظم مع هذا الأمر وأصدرت قرارات من شأنها التخفيف من حدة هذا الواقع الاقتصادي. والرسالة الأهم أن الإرادة السياسية تستشعر نبض المواطن وتستشعر واقعه الاقتصادي والاجتماعي والمعيشي، ومن هنا تتجاوب معاه وفق المقدرات المالية الخاصة بها ووفق قدراتها الاقتصادية. نعم، إذا عندما تخصص الدولة لهذه الحزمة 180 مليار جنيه، كيف يمكن تفصيليا أن كيف تابعت تفاصيل هذه الحزمة دكتور مختار؟ رفع الحد الأقصى للإعفاء الضريبي كانت مسألة مهمة، إنه مثلا أن تخصص جزء لأصحاب معاشات تكافل وكرامة في حدود مقدراتهم المالية وأن ترفع هذه النسبة مسألة مهمة. المهم بعيدا عن القرارات وواقعها، أنا متصور أنه إحساس الإرادة السياسية بأن هناك واقع اقتصادي معين وأنه من الأهمية أن نعطي للمواطن بتنوعاته وصفاته قدرة مالية على التعاطي مع هذا الواقع الاقتصادي، أو قدرته في أنه يأخذ احتياجاته وفق مقدراته المالية، دي مسألة مهمة جدا. إذا كنت بتتكلم عن معاش تكافل وكرامة، أو بتتكلم عن رفع الحد الأقصى للإعفاء الضريبي، أو بتتكلم عن بعض المخصصات المالية لنظام التأمين الاجتماعي أو التأمين الصحي أو غيره، دي كلها تأتي من خلال أنه عايز تحافظ على قدرة المواطن في أنه يفي باحتياجاته اليومية والمعيشية وفق مقدراته المالية المتاحة تحت يده.
ولوحظ أيضا يعني توجه نحو انخفاض قيمة الدولار مقابل الجنيه المصري في السوق الموازية، هل سيتبع ذلك يعني انخفاضا في أسعار السلع الرئيسية خاصة؟ احنا المفروض يبقى كده، يعني إذا كانت هناك ارتفاع لقيمة السلع أساسية أو غير أساسية نتيجة ارتفاع سعر الدولار، مفترض عندما ينخفض سعر الدولار، خصوصا أنه انخفض في حدود 20%، انخفض بنسبة كبيرة، أنه يتبعه بطبيعة الحال انخفاض في أسعار السلع. لكن أنا متصور أنه دي تحتاج قدرة من الدولة ورقابة ليها على هذا الأمر، وتجديد العقاب على التجار اللي إلى حد كبير جدا يستغلوا هذه المواقف لرفع الأسعار، أو إنه الأسعار ما بقالها سقف محدود تستطيع من خلاله أن تضبط السعر. نعم، نشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور مختار غباشي نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية. قدمنا لحضراتكم تغطية خاصة لقرارات السيد الرئيس بأكبر حزمة عاجلة للحماية الاجتماعية. شكرا لكم وإلى اللقاء. إلى اللقاء.